يلا صاحبي حمود، راح اورشط بالليل. عندك تحدي اليوم شنو؟ لا مو تحدي، هذا واحد صعد له ضغط عالي، سامر الصحراوي اي مسوي له جريده يابا، وما حد اجى ويغم بروحه خطيه. خليه يعبر والله دجله، العظيم خليه يعبره بالليل. هذا والله الجروان العظيم دزت القوية، عليه، هذا الجروان القوي، خليه يعبره. يلا خلنا. هو عبال الناس ما تجي كفيله كذا. عباس انا الشغل كاظمه، جواد لا حسين صغير اودي هو كافي نمونه، هو درجه زياده، صعده غير درجه. عندنا برج يجوز هو يبين بالحسين، ما طول فيه نص ساعه انا فوق. سامر الصحراء ما عليك يا اخوي، انا صدق جبت اخونا وعزيز علي، انا راح من الحسين عمي راح اسوي لي شغيله، جيل الطيبين ما حد مسوي. طيب ايش غير تعب شاط الخطوه اللي بين ساعه عليك العباس، بين ساعه 11 الصدق ونص. والله غف، انا الساعه شفتها 11 ونص، 11 ونص اي 11 ونص ضبط، لعب بالمليون و33 دقيقة و3 و11 و33 دقيقة بالليل. يدخل على تفاصيل الفيديو ويشوف الوقت. وهذا الشط راح عبره، ما حد مسويها بتاريخ المغامري. خوش، وهاي بس لعيون عديكة والمغامر ابن العراق جواد. خوش، هاي ردا لك يا سامر وانا بخدمتك. وهذا الشط هذا ضرمة يا اخي، عندك طبعا ضرمة تصوير بيش نصور لك. ننزل الطيارة، هذا الشوار خاف صدق كذي صار ساعة ما اصور. كلام الله، من خرجت على الوقت حبام صور، روح من خرجت على الوقت قطع التصوير. يلا مصطفى مصور، يلا مو حكينا احنا ولا حكيت حكي، انا ما تقول لي روح. شين ظلمة سودا عبر بهالليل. ايش ساوى؟ روح اسوي حتى اروح اظل مهندس. ما رايد روحي هسه؟ التحدياتهم التعبانه، واحد صاعد لبرج، واحد شنو؟ هذا الشط اللي بيجي خيابره. انه امه جاري قوي ما يتلاقي. بس يغط. بس يغط اقل. ايوه عادي. لو شو تلحق بيه اذا غط وين يوصل؟ طب البصرة. بس شو كل شو ما يبين، شو نسوي؟ ما ادري. اقول لك. نوقف الفيديو. كيفك؟ جابك شو ما يبين، عشان انا اصور بالماي. انت تدري بيك ويا نص؟ ما خاف يقولون والله بس اذا تبين، شو ما يبين، اقرب له على الشط خاف ما يصدقون. هاك هذا الشط اقرب كلش يمه يلا يبين. يلا يلا راح اوقف ما تجي، والله العظيم راح اسبح خاف يقولون كذي، والله ذاك بس ما يبين بالتصوير. هسه هذا رجع راح يوصل. شنو الاخبار؟ مسوي مسكن شويه مو هذا الماي، اخاف يقولون كذي. ما يبين نصير، ما يبين. ها علي لك علي خلاص ساعدك. يلا والقد هاي سويها بالليل، وهاي العيون اهل العمارة شلع. وش حكي يلا هاي اقطع.